قدس اسمك يا يأتي اكمل لك ملكك. قدرتك من الشتاء كما السماء كذلك الارض. خذنا كما فينا واعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين علينا. واغفرنا في تقدم لك نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا توقع المبلغ امين. بارك الله سيسون بان شاي Le flughi su irni vosi فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا ليه، أشفق علينا وعضدنا تبنا لهذه الساعة. وأيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل بشوي ساب النوتي. اتني بشوي ساب نوتي ببندوكرات وريفيوتم بن شوي سو بن نوتي وبن سوتي ريسوس بخريستوس. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافة كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين. انزع عنا وعن سائر شعبات وعن هذه الكنيسة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا يا، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العاب. Oh,
فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا وآبائنا وأخواتنا. عن أبانا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في المسيح منذ البدء. أبانا القديسين رؤساء الأساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القمامسة، أبانا الكسوس وأخواتنا الشمامسة، أبانا الرهبان وأمهاتنا الراهبات، أبانا العلمانيين وأنياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ويغفر لنا خطايانا. يا رب تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد فواحد باسمه وكل واحدة فواحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، أما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسين. يا رب ارحم. تفضل يا رب احفظنا في هذه الليله من الخطيه. مبارك انت يا رب الهي بينما تزداد بركه اسمك القدوس من الامم الدنيا الى الابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما اتيتك لنا عليك، لان نقي الخرجات لانك انت الذي تقيم طعام. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رب اكثر الارض كلها. وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الى الابد امين. مبارك انت يا رب علمنا عدلك، مبارك انت يا رب فهمنا حقوقك، مبارك انت يا رب ان لبرك يا رب رحمتك دائما الى ابد، اعمال يديك يا رب لا ترفضها، سنكتبت لي من جيل من جيل الى جيل، انا طلبت الرب وقلت ارحمنا خلص نفسي من اخطات اليك يا رب تجدي وتخلصنا علمنا ان اصل مشيئتك، لانك انت ولي عندك امور الحياه ونورك ورب نعيم النور، فلتاتي رحمتك للذين يعرفونك بدك المستقيم القلوب، لك تجد البركه لك حق التسبيح لو ما كده نجيل
أيها الأب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وللأبد آمين. جيدا ولا اعتراف للرب وترتيل اسمك العلي أن يخبر برحمتك والغداوة تحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القاوة، قدوس الحي الذي لم يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القاوة، قدوس الحي الذي لم يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القاوة، قدوس الحي الذي لم يموت الذي قام من الموت وتعطى في الموت ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وفي الاوان الابد والدهور كلها. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين ارقدوا يا ربنا يحفظهم. يا من يغفر الخطايا يا رب ارحمنا. يا الذي يغفر الخطايا يا رب اعنا. واقبل طلباتنا ليك. لان لك المجد يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب الكريم، واجعلنا مستحقين لك كل شكر. الابان الذي في السماوات قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. ربنا كيف نعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربك وكل مجد وبد امين. امارس صلاتي صلاه بين شمس من الليل شرنا تنتهي ويروس يسوع باسمنا اتقيم بارسين سنتين بنتي ما سنوت ما بمي خريستوس أنا وانت نبروس بشيب شويا بشيرين من ريت الكل النوغي نالي بول شيرت سيطات ميسينان بيوي نطامي بخريستوس بنوتي تي بارسين سنتين أتقيم شوي سيري يقون تفرون عن النسي شيرت الكل النوغي نالي بول تي بارسين سماريان تي صوت وكل سنتوات تي بروستات سيطين نوت انت يبجين سنتين مترومي أرب بزبادين أري يقول نارم بخريستوس أري إجبونا إن إيمانوئيل كنتي هو أري بن مبيوتي برو
كريستوس انت كان النوغيناني بوك مسكون اشتي اهلي سوس وبي فايش النوفن كالوت كني التاكسيس الانجيليكم نمني تغمني برانيون وبيين بفايش النوفن اشتي خني انجيلوس نمني تغمس وبدت شوسيت فايخات سيفن شاين كروس أم نبغاري بكتا ينجي دانيل ببروفيتيس أو أكتمو بمستريون انت تريع سن ريف تنخو وندخيالي قوي بنتك أكيش النوبي نقي جنين ميس من رود روموس يؤنس بريفتي أكيش النوفي أون انتي بارسين الزشارة سيس من الموت شوي سنميتي راميسي امبسوتي رمبي كوزموس تير زبين ريا قلو بأرشي أنجل ست أواب غبريين بفايش إنو في تركان إنو لينا نبول ماركوز بي أبوستولوس أو بي إف أنجلستي بي مصري خاني إمكف تبي مونوجنس النوتي اكي اكر او اي نيرون هي تنبك اف انجيليون اكي تصابوني مبيوتي مبشيري نمب ابن ما اس او اكي تنبول خين وكاكي اخو نبي او اي ني امي اكي مون بي اي كنت اف ان اتب اي ابس تبول خين زبه اشي اسمو نخري انفت كن جنب لتير وتبقاهي او نكسا جي سلام لك أيها الشهيد السلام للإنجيل السلام للرسول ماري مرقص ناظر الإله من الرب أنا يا نظر الإله الإنجيل مرقص الرسول يغفر لنا خطايانا أبا بطرس يرو مارتيروس وإن أرشي أبسكوبوس افتي انت بيبسيكي افمو انت شيفي ام بفلاؤوس يوشي ريبسن ريبيوش يتريات اتوا بالتقروني ورثوضوكسوس بشبير انشبشن كنيت اوا افا بتروس بمكاريوس بذرونس واب انت ابنوتي بريفتي زفو انت بيقوهي لوجي كون انت بخريستوس تلتون كم بن صدير بينش تنهار شي ارس هن ابجنين اغاط نم بسناني بن روميني بن ويس هو من عرش ارف او ان ام ولغتيت بابا افا بتروس بمن اسا او اتنول شوي سري اغن او بينش تنار شي ارف صابا بتروس يرو مارتيروس انت كان انو بيناني بول داود النبي اخبرنا في المزامير احملوا الذبائح وادخلوا دياره ابناء شهداء في الاسكندرية قدموا انفسهم ذبيحة واستراحوا في الفردوس حنا بقنا القديسين الى دير مرمينا ادخلت اجسادكم بجوار الشهيد المصري والبابا كيرلوس السادس فليغلو اللي يرجع للقلب الاشرار المنافقون قائلون عونانا باسم الرب اجعل ابواب الكنائس مفتوحه لنا وكملنا في الايمان المستقيم لانه ليس لنا سواك في ضيقتنا وشدائدنا فالوعد الذي وعد به ربنا يسوع المسيح ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها سلام لكم ايها الشهداء سلام لاولاد الشهداء ماري مرقس الرسول والبابا بطرس ختم الشهداء ضمن الرب عنا ايها الشهداء القديسين الذين المدينه العظمى الاسكندريه ليغفر لنا خطايانا كبير صور سمسيغر خنم تشاسي تراكن خيتو تاشو سن فترنتي Se o to to si to jem bal sin 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 joni ved. Nati om petari mes ven so tire naga so tente bolje na chitze volar.
سلام لك أيتها الحاضرة الملك الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. سليك تذكرينا أيتها شفيعا مؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. تنشي سيم من عظمك ومن نور الحقيقة ومن مجيك أدرار في جسر الإله لأن كل السلام مخلص العالم. أتوكل لك نفوسنا المجد لك سيدنا ملك المسيح وخير رسول كل الشهداء. فهذه ليست صدقني صفاتك انا ذكرنا خطايانا بشر بسبب القدوس فوت واحد نقول له مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب الكريم. بالحقيقه نؤمن بالله واحد الله الابد والكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى من رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مثله ولا في جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عبد الله بنت سلم وقبره وقام بين الموت في اليوم الثالث كما كتب الله السماء تكلت عن يمين أبيه وأيضا يأتي مجنين يا دين الأحياء والأموات الذي ليس لمكن قضاء نعم من الروح القدس الرب المخلص من الأب نزل له المجده مع الأب ولمن أطفال الأنبياء كنيسة واحد مقدسة جامعة رسولين ونعتبر ما مضي وحمد الله في الخطايا Oh.
تمنات تكيري لي كان النوبي ناني بوري 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 نجاشن تيتي أتت لسيلا آني صفت روسن ناس كم شاريني منو ميتي تنو كان بوين تيب بيو نم بم نو مطوار تفز مويرون فيري نمدحهم كل حين شهداء القديسين كسبنا مغفرية ذهبت بالكتارية شهداء المسيحية شهداء القديسين مع عابدي تلعن صعدت أرواحهم بسلام مع رب لنا شهداء القديسين من مريم ورؤوس عاد في بدء الاحتفالات مع شهداءنا الجداد شهداء القديسين دمكم نزل كالسيول زي مريم ورؤوس الرسول في الشوارع يا كل شهداء القديسين يا أولاد خاتم الشهداء دعتكم السماء فلبيتم من نداء شهداء القديسين قتلوكم الغوغا ونطلب من الله رفعين دايما الصلاة شهداء القديسين أعطي كل عزاء لأهالي الشهداء واعطينا ايمان ورجاء شهداء القديسين مع صراخ واويل فبكى التاني راحل على كل شهداء شهداء القديسين كلنا على النحدات في جميع كل البلاد من اجل الشهداء شهداء قديسين دشنتم أراضينا بدماكم وسطينا من أجل فادينا شهداء القديسين نجا حمدي والعمرانية والكشح والاسكندرية افراح ارثوذكسية شهداء قديسين اتحطمت القلوب على كل شهيد محبوب طوباكم يا ولاد ايوب شهداء القديسين سيرتكم حلوة جميلة نعذف افترتيلة بقي الذكرى طويلة شهداء القديسين وبذكراكم انهنيكم لوصولكم لفديكم وبسطنا ناديكم شهداء القديسين نورنا ليكم شمع وعنينا فيها دموع اذكرونا امام ياسر شهداء القديسين مريم مرقس اليوم فرحا والبابا بطرس كمان لوجودكم معهم الان شهداء القديسين صرتم شفعاء لينا في دير مريمينا مع البابا كرولوت وبامينا شهداء قديسين صلوا كل حين للبابطة وادرس الامين يسندوا الرب المعين شهداء القديسين يا ابل اولاد القارو صرتم لينا اذكروا كل النفوس شهداء القديسين تفسير اسمك في افواه كل المؤمنين الكل يقولون يا اله شهداء القديسين عنا اجمعين Yeah.
أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقونا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا صلى بدليل يا ألينا يا ألينا
أوشن بلا أسنب بإتر أنت بيوت أهلي فران شوي سنتيني قوم كيري فلوغي سون اكتو كاتا ماركونا جيو فانجيل يطانا غنصون قاسي كيري كفو بخوف امام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل حسب ما كتبه ماري معلمنا للمرقس البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميع وبن سوتير وبن وروتيرين إيسوس بخريستوس بشيري مفنوتي يتون خبيهن عشايني بيوفا بن نوتي بين مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا امين. الرب يعطيك المر المبشرين بقوه عظيمه عجيب هو الله في قدسيه الى اسرائيل هو يعطي قوه وعزه لشعبه. مبارك الاتي باسم الرب ربنا والهنا مخلصنا مخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى الابد امين. فانطلق يسوع مع تلاميذه الى عبر البحر وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهوديه ومن اورشليم ومن أدومية من عبر الأردن وجمع كثير من صور وصيدا وسمعوا بما صنع فأتوا إليه فقال لتلاميذه أن تلازمه سفينة لسبب الجمع كي لا يصحموه لأنه كان قد أبرأ كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء والأرواح النجسة حينما نظرته حرت قدامه وصرخت قائلة إنك أنت هو ابن الله وانتهرهم كثيرا لكي لا يظهروه ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه فانتخب 12 وسماهم رسلا ليمكثوا معه وليرسلهم ليكرزوا ولكي يكون لهم سلطان على الشفاء الأمراض وإخراج الشياطين وجعل لسمعان اسم بطرس ويعقوب ابن زبدي ويوحنا أخا يعقوب وسماهما برسوس الذي تفسيره ابن الرعد واندراوس وفيلبس وبرسلماوس ومتى وتوما ويعقوب ابن حرفة وتداوس وسمعان القانوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه ثم دخلوا في بيت فاجتمع أيضا جمع كثير حتى لم يقدروا ولا على أكل خبزين ولما سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه لأنهم كانوا يقولون إنه مختل والمجد لله دائم
صابت نسيبتك خير مباركة أنت في النساء ومباركة هي الثمرة بطنك من أجل هذا نمجدك يا والدة الإله كل حين اسأل الرب عنا ليغفر لك خطايانا جف المرات جابيات من شيرين نوم عائس أواب تتريا تجي كبر تنقش تمر تنتي أقونا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يا أتمنى قوتك لكم نشيد أجام السماك ذلك عرض خزانك وفنا عطنا اليوم أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن هذا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لملك الملك والمجد والأمين خمار الصوت يصوت بان شوي إن أبيان ساكيريا سموريني باسي سيد رب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الأب الذي قطع عنا كل ربطات خطايانا من قبل ألمه المخلص المحيي الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين وقال لهم أقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم أمسكت ومسكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رسلك أطهرهم الذين يعملون في كانوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفر خطى الأرض يربطه ويحل كل ربطات الظلم الناس أن أطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آباء وخاتي وضع في هؤلاء المنحنيين برؤوسنا أمام مجدك المقدس ارزقنا رب رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا ليك بشيء بعلم أو بغير علم أو بجزء القلب أو بالكول أو بالفعل أو بسر القلب فأنت أيها السيد العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم انعم لينا بغفران خطايانا باركنا أمين. طهرنا حالنا وحال كل شعبك من أنا مخوفك قوم مرتك المقدسة لك نسجد يا الآب والابن والروح القدس الآن كل أوان إلى ظهر الدور أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون سقط رجل في حفرة ولم يقدر أن يخرج منها وفي يوم مر به مسافر وقال له اقضي وقتا في التأمل لتطهر أفكارك وعندما تصل إلى السمو الفكري ستنتهي كل معاناتك وبالفعل قام الرجل بكل ما طلب منه ولكنه بقي كما هو في الحفرة ثم مر به رجل آخر وشرح له أن الحفرة ليست موجودة من الأساس وأنه هو أيضا غير موجود وكل هذا ما هو إلا وهم وخيال أما الرجل الغير موجود فظل محبوسا في الحفرة التي لم تكن موجودة وأتى زائر آخر وأخبر الرجل أن الحل هو أن يعمل أعمالاً جيدة ليحسن من آخرته ومع أنه سيموت في الحفرة ولن يخرج منها لكنه سيتجسد بعد الموت في شكل مبهر وبعد ذلك أطلع مواجها الشر وأيضاً أن يوماً ما سيحرره الرحيم وصلى الرجل بكل ما فيه من قوة ولكنه تعب ويأس وبقي كما هو داخل الحفرة ثم مر به رجل آخر كان هناك شيء مختلف في هذا الرجل
نظر ونادى على الرجل الذي في الحفرة وسأله: هل تريد أن تخرج حرا؟ ونزل هذا الرجل بنفسه إلى الأرض، إلى داخل الحفرة، وحمل الرجل وأخرجه إلى النور. والرجل الذي كان في الحفرة ولم يستطع الخروج منها أصبح حرا. وياكي روحي هلاقي فوق فوق
تبالك أمجد عليام تمتلك يا حضن الآب ديري يا نفسي وياك روحي حلقي فوق فوق السحاب دي مكتوبة لك أمجد عليا تمتلك يا حضن الآب نفسي تسيب رجائك أو تنسي إيمانك بالله في ساعتها ارفعي جناحاتك يوم ورا يوم واستني لقاء وهي نفسي تسيب رجائك أو تنسي إيمانك في ساعتها ارفعي جناحاتك يوم ورا يوم واستني لقاه منتظره بيجدد قوة ولا يتعب من المشي معاه يركض دايما جري وراه زي النسر يطير لله منتظره بيجدد قوة ولا يتعب من المشي معاه يركض دايما جري وراه زي النسر يطير لله وياكي روحي حلقي فوق فوق السحاب دي مكتوبة لك أمجد عليا تمتلكي يا حضن الآب ديري يا نفسي وياكي روحي حلقي فوق فوق السحاب مكتوبالك أمجد عليا تمتلك يا حضن بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا بركته ونعمته من الان والابد والى ظاهر الدهور كلها امين. نقرا مع بعض جزء صغير من رسالة معلمنا بولس الرسول لكنيسة كورنثوس في الرسالة الثانية الاصحاح العاشر. بيقول في العدد 3: لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليس جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، مستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. نعمة الله الآب تحل على جميعنا أمين. سعيد أن أنا أكون في وسطكم أخذ بركة الكنيسة وبركة الآباء وبركة الشهداء، وأنا بعتبر نفسي محظوظ أن أنا جيت ليلة من 11 سنة ليلة رأس السنة بعد الانفجار بوقت قليل جدا. حضرت كل الأحداث وأخذت بركة أباء وشهداء هذه الكنيسة. موضوع النهاردة
ان احنا ازاي نجاهد ضد فخاخ ابليس، صراع ضد عدو الخير. وفي سؤال دايما بيتردد في ذهننا وبيتسأل، هو ربنا بيسمح ان احنا نتجرب؟ هو ربنا يعني بيتلذذ بمتاعبنا ومشاكلنا وألمنا وضيقاتنا والمصايب اللي بتحل علينا؟ عجبه قوي لما اتنين اخوات يقوموا على بعض ويخشوا في محاكم، ولا واحد يظلم حد، ولا واحد يفتري على حد ايا كان. الحقيقة احبائي عايز ابتدي معاكم من الاول كده بسرعة عشان نفهم ازاي احنا عايشين، ولما نفهم هنجاهد واحنا مرتاحين وهنغلب. هنجاهد ونغلب. دايما المعرفة تدي للإنسان قدرة على الغلبة وعلى النصر. لما بنرجع لسفر التكوين بيقول إن ربنا لما خلق آدم قال نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا. فآدم مخلوق مميز، وربنا لما شاف آدم قال إن هو حسن جدا. يعني نمرة واحد إن أنا مخلوق على صورة الله ومثاله، نمرة اتنين ربنا انبسط جدا لما أنا وجدت، ربنا ادالي امتياز تالت وقال لي أنت تاج الخليقة، أنت تتسلط على كل شيء. ده الإنسان اللي مخلوق من يد الله. أرجع بحضراتكم لحدث قبل كده، إن كان في شخص أو خلقة كانت موجودة في حضرة الله وكانت قريبة جدا من ربنا، لكن سقطت، اللي هو الشيطان. فالشيطان معنى ان هو سقط، هو لما الانسان سقط ايه النتيجة؟ ان هو انفصل عن الله، اتحرم من ربنا. بس الإنسان كان مخلوق للحياة وهو ضيع الحياة منه، بس ربنا اداله وعد إن نسل المرأة يسحق رأس الحي، فعنده رجاء وعنده أمل. لكن إزاي؟ إمتى؟ معرفش. المخلوق الروحاني العاقل طغمت الملائكة لما سقطت برأسها، ما كانش لها خلاص، فأصبح في صراع. إيه الصراع ده؟ الصراع على البقاء، أنا عايز أكون موجود. هو ليه بيقول المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة؟ واحد فاسد يقعد جنبي يفسدني عشان ياخدني معاه، لأنه هو محروم من الحياة الأفضل، فبيشد بياخد معاه. فالنهاردة لما الإنسان سقط أحبائي أصبح في صراع للبقاء، أنا عايز أعيش، أنا مش عايز أموت. ولو تاخدوا بالكم
أول حدث يذكره الكتاب بعد سقوط آدم وحواء والطرد يقول إيه؟ يجيب قصة قايين وهابيل وتقديم ذبيحة، والاتنين اخوات يقوموا على بعض، واحد يقوم على التاني ويقتله. طب يقتله ليه؟ طب هو ذنبه ايه؟ قال في واحد مميز وانا مرفوض، انا اللي عايز اكون موجود فقتلته. انت بتكذب ليه؟ انا بشتم ليه؟ أنا بحلف ليه؟ أنا بسرق ليه؟ أنا بكذب ليه؟ هتدور ورا كل الكلام ده البقاء، الحياة. أنا عايز أكون موجود. أنا عايز أكون موجود. وعشان الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، ومن ضمن الامتيازات اللي أخدها الإنسان حرية الإرادة، فأنت بتختار. فأصبح الإنسان بيختار الحياة بطريقة خاطئة. عشان كده الكنيسة سمت الخطاة مرضى، لأن هو تعالوا كده شوفوا الناس الوثنيين بيعضد أوثان، بس لما تدعبس جواه وتدور جواه هو بيدور على ربنا بطريقة خاطئة، بطريقة خاطئة، بس هو من جواه في حاجة عايز الحياة، عايز يرتبط بالحياة الأفضل، بس مش عارف. نتيجة ظروف، نتيجة أحداث، نتيجة نشأة، لأي سبب. وعشان كده بقول لكم الكنيسة فتح أحضانها لينا كلنا كخطاة، لأن إحنا بنسعى للحياة بطريقة خطأ الكنيسة بتصلحها لي. وعشان كده كنيسة مفتوحة للخطاة، كنيسة مستشفى بتعالجني. الكنيسة مش للقديسين، القديس ده يروح يقعد في بيته. أي واحد مننا جاي الكنيسة، من أكبر واحد فينا لأصغر واحد فينا، لازم يكون عنده هذا المفهوم، إن أنا جاي أفهم طريق الحياة الأفضل، أنا جاي أتعلم طريق الحياة الأبدية اللي أنا اتحرمت منه. عشان كده أحبائي يقول الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس. فالتجارب والضيقات والأحزان والآلام والأمراض والكوارث اللي بتحصل دي، والحروب اللي بين البلاد وبين القارات، الكل يسعى للحياة الأفضل. أنا عايز أعيش، مش مهم أي حد، حتى لو موت اللي معايا، حتى لو سرقت اللي جنبي، أي حد. فالإنسان حصل هذا الصراع بين إبليس وبين الإنسان، الموت الذي دخل العالم بحسد إبليس. فدي ظروف حياتنا أحبائي، إحنا بنتصارع عايزين نعيش فبنعيش غلط. عشان كده المسيح له المجد يقول لنا فتشوا الكتب لأنكم تظنون إن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. الطريقة اللي أنا وإنت بنسعى فيها للحياة الحقيقية طريقة غلط. فافتح كتابك المقدس، تتعلم منه الكلام الذي أكلمكم به، هو روح
وحياة. معلمنا يعقوب كده يقول في بطرس الأولى إصحاح الخامس: اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه، فقاوموا راسخين في الإيمان. عايزين نقاوم. طب بس يعقوب بيقول موضوع تاني، بيقول ايه؟ لا يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل الرب، لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد، ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته. بصوا احبائي، في تجارب من الله، بس تجارب من الله لنمو الإنسان. اطلع يا إبراهيم من أرضك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أنا أريك إياها. تطلع يا إبراهيم، طلع إبراهيم ونجح إبراهيم في الاختبار، وصار إبراهيم رجل الطاعة والإيمان على مستوى التاريخ المقدس. وجي في نص الطريق قال له كمان تجربة يا إبراهيم، خد ابنك حبيبك الذي أنت تحبه إلى بقية القصة، ونجح إبراهيم. وتلاقي بعرض الكتاب المقدس لما ربنا يحب يأكد كلامه يقول من أجل إبراهيم ومن أجل إسحاق ومن أجل يعقوب، الآباء اللي اجتازوا التجارب وكان الطريق لنموهم. لكن انا سرقت دخلت السجن، انا زنيت فاتفضحت، انا كسرت حاجه فدفعوني حقها، عملت حادثه بوظت عربيه الرجل اللي قدامي فقالوا لي ادفع صلحها، تقول لي ربنا حطني كده؟ هو ده اللي انا بقول عليه بقى الصراع من اجل الحياه، ان الانسان بيصارع بطريقه خاطئه، بيجاهد بطريقه خاطئه. لكن الله غير مجرب بشر، لكن الله يعطي المنفذ، الله يعين الانسان وينجيه. ليه بقى؟ لان ربنا اب. وانا لما خرجت من جرن المعموديه قال لي لما تيجي تناديني تقول لي يا بابا ابويا، فانا اغلط هو يصلح، انا اغلط هو يصلح. وعشان كده جي يقول يصنع خيرا، على راي ابونا تدرس يعقوب يقول ان المسيح له المجد لم ينتهر الخطاة، ما قالش أي كلمة صعبة لأي إنسان خاطي، لأن قال ليس الأصحاء يحتاجون إلى الطبيب بل المرضى، فهو جاي عشانهم. عشان كده أحبائي إحنا نعمل إيه عشان نقدر نغلب قوات الظلمة، سهام إبليس المتقدة نارا؟ إزاي نغلب؟ وإزاي ننتصر؟ وإزاي حياتنا تكون حياة سماوية وإحنا مازلنا على الأرض؟ بنسمع عن قديسين وعن قديسات وعن ناس عاشوا في الفضيلة، الواحد يبص لنفسه كده يتحسر، أروح فين من أنطونيوس، وأروح فين من الأنبابشوي، وأروح فين من ماكسيموس ودوماديوس، وأروح فين من أرسانيوس، وأروح فين من الأنبا إبراهام، وأروح فين من الست ديميانا، وأروح فين من أناسيمون، وأروح فين من الناس دي كلها.
ده انا عايز اقول لك اكتر من كده، لو ركزت شويه وانت قاعد في الكنيسه هتلاقي نفسك وسط ناس، في وسطنا ناس هنا عباره عن شعله نار في القداس كده، هتلاقيهم عباره عن شعله نار وانت مش حاسس، وانت مشغول باللي لابس واللي باللي قالع واللي بصوته حلو واللي صوته وحش واللي طول واللي قصر واللي قال ابتي واللي قال عربي والمروحة الشديدة والتكييف المتعب، ومشغول بحاجات كتير قوي وطبيخ وشغل ومشاكل أسرية، وتلاقي في وسطنا ناس عبارة عن شعلة نار من الأرض للسماء واصلين واصلين. طب الناس دي وصلت ازاي؟ هقول لك تعالى معايا كده في أفسس 6 يقول العدد 10 كده: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، تقووا في الرب وفي شدة قوته. محدش يقدر يتقوى من نفسه، محدش يقدر يسند نفسه بنفسه. يقول في أفسس 3 كده آية عبارة 20: القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. طب القوة اللي تعمل فيا دي تشتغل فيا إزاي؟ قال من خلال صلاتك، من خلال أصوامك، من خلال كتابك المقدس، من خلال خدمة القديسين. عارفين خدمة القديسين دي يعني إيه؟ بولس الرسول كان بيسمي اللي احنا مسمينهم النهاردة إخوة الرب، مسميهم خدمة القديسين. فالإنسان اللي عايز يتقوى بربنا وبشدة قوته عليه إنه هو يدوق، خد بالك بقى من التعبيرات، تدوق طعم الحديث مع ربنا. تدوق، في فرق ان انت تصلي وفي فرق ان انت تدوق. ارجوك وانت بتصلي تذوق طعم الكلام، ارجوك وانت بتصلي صلي بمتعة باشتياق، بلاش نظام الواجب، بلاش نظام الفرض. مش هقدر اتحرك من مكاني سنتي واحد الا اذا دخلت في مرحلة ان انت تدوق الصلاة. تدوقه يعني تبقى فاهم انت بتقول ايه. صلي المزمور بس صليه بفهم بوعي، احكيه مع ربنا، احكيه مع ربنا، اتكلم، خلي فيه حوار مفتوح مع ربنا. صموئيل لما سمع صوت ربنا قال له: تكلم يا رب فإن عبدك سامع. كلم، عايز أخد ودي معاك. الصوم يا أحبائي مش قصة تغيير أكل، الصوم فطرة إن الإنسان بيسمو فيها عن الأمور الجسدية، بيحط الأولويات للروحيات، فبنزهد في الطعام ونزهد في أمور العالم، فنبتدي نعلو ونسمو فوق أعمال الجسد وشهوات الجسد. لما تفتح الكتاب أرجوك ما تستعجلش، أرجوك ارفع قلبك وقول له: رب افتح عن عيني الغلام، رب افتح عيني، نور لي الرسالة اللي انت عايز تدهاني. مستعجل ليه؟ مش لازم تقرأ الإصحاح، بس المهم تقابل معاه، المهم ان انت تتقابل معاه. احبائي احنا مشغولين قوي ان احنا نخلص، ومسابقات ان احنا نحل أسئلة. حلو، حلو المعرفة العامة، وحن الواحد ان يبقى ذهنه مشغول جدا بكلمة ربنا. ايام ما كانت بنتي في ثانوية عامة، تعرفين ايام الثانوية العامة دي الولاد بيسهروا
الليالي. فكنت بعد ما اخلص خدمتي اروح البنت قاعده بالليل سهرانه، طب هي هتسهر وانا هنام. فكنت اقعد قصادها افتح الانجيل اقرا. ففي الشهرين ثلاثه الاخرانيين دول لقيت نفسي من سفر التكوين لسفر الرؤيا خلص. بس طلعت باختبار غريب جدا، طلعت ان في زحمه في دماغي بالاحداث. دماغي ده ما بيونش، عمال يقلب في احداث الكتاب. بس دي مرحله، بس عشان بقى تختبر وتعيش لازم بقى على مهلك تقرا واحده واحده وتفهم وتصلي باللي انت قريته وتدوق حلاوه العشره مع ربنا. هو ايه اللي خلى زكا يغير مساره؟ هو ايه اللي خلى السامريه تغير مسارها؟ يبتدي الانسان احبائي يلاقي راحته ويلاقي فرحه في ربنا. لما تخدم الناس، خدمة الناس دي على فكرة مش سهلة. لما تلاقيني راجل غلبان كده وتديني مبلغ، ولا تجيب لي جلبية، ولا تجيب لي قميص، ولا تجيب لي حتة لحمة، ده موضوع مش سهل. اقعد تفتكر القصة ان انت تطلع قرشين من جيبك مبلغ وتشتري وتيجي تدهم لي، القصة مش كده. ده أنا لما بعمل كده أنا نفسي بتحارب. أنت عم بقيت قديس، أنت بقيت زي الأنبا أبراهام، الناس الغلابة دول ربنا حطهم في طريقنا عشان نخدمهم. يا سلام، يعني هو أنا يعني الوحيد اللي أنا هخدم؟ يعني ده ربنا حطهم في طريقي عشان أنا أتضع وأشكر ربنا وآخد بركة وأشوف ربنا في الناس دي. الناس دي مش قليلة، دي الناس دي بالنسبة لي مسيح. زي ما أنا بقف في أوضتي وبتكلم مع ربنا، طب وانت بتدي الناس الغلابة دي؟ أهو ربنا ملموس ومحسوس ومسموع قدامك أهو. فتخيل بقى إيه إحساسك أنا وإنت نستحق إن إحنا ندي ربنا؟ أنا وإنت ينفع نقدم لربنا؟ ده الواحد يبقى مكسوف قوي. عشان كده الآباء يقولوا صلاة كتاب مقدس، صوم خدمة القديسين. خدمة القديسين إن إنت تشكر ربنا إن إداك فرصة إن إنت تكسيه وإن إنت تأكله وان انت تجيب له الروشتة بتاعته وان انت تعمل له عملية. دي شدة قوته احبائي. وبعدين يقول حاجة تانية، يقول البسوا سلاح الله الكامل. ايه سلاح الله الكامل؟ ايه سلاح الله الكامل؟ بولس الرسول بيقول البسوا الرب يسوع ولا تصنعوا تدبير الجسد. عارف يعني ايه البسوا الرب يسوع؟ عارف ان دي تبقى ايديا ايدين المسيح. يبقى قبل ما ايديا تتمد وتعمل حاجه، هو المسيح لو كان موجود هيمد ايديه ازاي؟ الكلام هيخرج منه ازاي؟ النظره هتخرج منه ازاي؟ الاحساس هيخرج منه ازاي؟ ياما بنظلم بعض وياما بنفتري على بعض وياما بنظن السوء في بعض، في حين ان ربنا ما كانش كده. يبقى ازاي انا لبست المسيح؟ ازاي انا لابس المسيح؟ عشان كده احبائي لما يقول البسوا سلاح الله الكامل، ده عمل مستمر. البسوا، انت هتفضل ترتب في ايديك وترتب في لسانك وترتب في فكرك وتعلمه وتربيه. هتربيه ايه بقى؟ على كلمة ربنا
وعلى تدريبات أب الاعتراف وعلى حياتك والمواقف والاختبارات اللي انت بتتحط فيها، تبص تلاقي نفسك بيحصل لك عملية نمو وعملية تغيير. هيفضل قد ايه ده؟ ربنا يديك العمر. اوعى تفتكر اللي شعره ابيض خلاص بقى رجل خبير في الحياة، مش محتاج يقعد على كلمة ربنا ولا يروح لأب اعترافه ولا يتعلم. بالعكس بالعكس، انت عارف ان انا وانت كل ما نكبر كل ما الفطرة تقل، فالحرب تزيد عليا اكتر. لسه حد كان قاعد معايا، ناس كبيرة يعني في السبعينات، بيقول لي يا ابونا انا تعبان جدا من شدة الحرب. اه طبعا، مع ان الراجل لا بيروح ولا بيجي، ولكن في حرب لان الوقت عمال يقل، ففي صراع للبقاء. انا بجاهد في الحياة الافضل، وهو عايز، حسد ابليس عايز يخطف مني الحياة دي لان هو محروم منها، فانا افضل منه. عشان كده خلي دايما فكرك حي هو الرب الذي انا واقف قدامه. اوعى تنسى الكلمة دي في بيتك، في عملك، في مواصلاتك، في خدمتك، في خدمتك. حي هو الرب الذي انا واقف قدامه. ربنا في وسطنا، ممكن يحصل ايه؟ احتملك، هحتملك، مش هرد عليك، مش هرد عليك، هتظلمني هقبل. ده السلاح احبائي اللي انا بتوشح بيه، اللي اقدر اصد سهام ابليس النهارية والمسائية في كل وقت. شوف كده لما الساحر حب يروح ليوستينا، معرفش يخش لها ليه. صلوا. لسه حد كان قاعد معايا بيقول لي يا ابونا انا بصحى الصبح بدري، بصلي بسرعه 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 عشان انزل اروح الشغل. فقلت له ليه بسرعه؟ قال لي عشان الوقت يا ابونا، عشان الباص عبام بيجي ما بلحقش، 7:15 بكون تحت. قلت له ايه المانع ان احنا نبتدي الصلاه في البيت؟ ممكن نقف نقول ابانا الذي وفلنشكر وارحمنا، وانا نازل على السلالم اقول هلما نسجد، وانا راكب الباص بتاعي اقول مزاميري واقول الصلوات بتاعتي. هو القصة ان انا مش علي فرض اقوله اعمله، ولكن دي حياة. تعالى كده، انا كراجل متجوز لما ارجع بيتي واقعد معاهم واقول لهم، اقعد اتكلم بسرعه 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 بسرعه، او هم يحبوا يوصلوا لي معلومه يكلموني بسرعه بسرعه بسرعه، ايه اللي هيحصل؟ هيقف حد هيقول للتاني استنى مش فاهم حاجه، انت عايز ايه؟ بالراحه عليا شويه. فاحبائي حلو ان الواحد يصلي، لكن لما يبقى يومك صلاة. يوستينا كل ما يروح لها إبليس في صورة الساحر ده بتصلي، ففشل. فمن ضمن المقومات والسند بتاعي إن أنا مصلي. وعايز أقول لك حاجة، لما يجي لك فكر شرير افتكر النموذج بتاعنا. مين النموذج ده؟ قال المسيح له المجد. النموذج ده لما حورب ده يمثل البشرية، بيعلمنا. لما تبقى قارئ جيد للكتاب وفاهم اننا بنقرأ ايه وانت بتقرأ ايه، تقدر تقول له مكتوب مكتوب،
مكتوب لا تدينوا لكي لا تدانوا، مكتوب لا تشتهي، مكتوب لا تسرق، مسلوق مكتوب، هتلاقي كل حاجة مكتوبة قدام عينيك، فيلاقيك المنافذ بتاعتك مقفولة، مفيش فرصة ان هو يعدي ويخرب لك حياتك. ويقول كده: فاثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق لابسين درع الايمان. درع البر، درع ده السترة، حاجة كده من معدن تتحط على الصدر في المواجهة عشان اي حاجة ما تأذيش الانسان. يقول لك كده: امتى داود سقط؟ لما شال الدرع. داود وهو صغير، كان عيل صغير، وقف قدام جلياط، قال له: انت بتعير شعب الله، انت الاغلف، بتعير شعب الله الحي، انت تاتي الي بسيف وبترس ورمح، انا اجي لك بقوه رب الجنود. وغلب، مع انه حته عيل وبنبله وبزلطايا حصوايا، جاب رقبه الراجل، لأن كان داود ساعتها هو محصن بالله. لما داود كبر وحس بنفسه ورمى الدرع بتاعه سقط، وكان سقوطه عظيم وسقوطه مركب. ايه ده؟ حياتك الروحية هي الدرع. عشان كده ما ينفعش ان انا اعدي يوم ما اقفش قدام ربنا، ما ينفعش اعدي يوم الا ما اخد نصيبي من كلمة ربنا، ما ينفعش ان اب اعتراف يديني تدريب واهمله، ما ينفعش ان انا ابقى عارف ان اخويا محتاج لحاجة معينة واسد وداني عنه، ما ينفعش، لان هو ده الدرع، ده الدرع اللي احنا بنحتمي فيه، هو ده المسيح، هو ده المسيح من خلال صلواتنا وقراءاتنا. ويقول لك بعد كده: حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. تمشي على وصايا الانجيل، تمشيش بمزاجك لو سمحت، مش عشان احنا قرينا الانجيل بنفسره بطريقتنا، لا، زي ما الانجيل قال لازم تعيش، زي ما الانجيل علمنا هنعيش، وزي ما تربينا هنعيش، وكل ما تكون بسيط في مفاهيمك للكتاب المقدس كل ما يثمر فيك حياة أبدية. كل ما تبقى بسيط في مفاهيمك وتاخد الكلمة تنفذها، يقول لك: إذا أعصرتك عينك اقلعها، اقلع عينك، اقلع الشر، ما تقبلش إن عينك تكون شريرة، ارفضها، اتعارك مع ربنا، واطلب إن ربنا لازم ينقي عينيك ويسندك ويديك معونة، فتلاقي حياتك بتتقدس وبتتغير. أنا مش عايز أطول عليكم أحبائي، لكن أنا عايز أقول إن هذا الصراع اللي لن ينتهي إلا بنهاية حياتي على الأرض هو صراع البقاء. إبليس عايز يكون هو الموجود رئيس هذا العالم، وأنا عايز أكون موجود في الحياة الأبدية، فهو الصراع ده هيكون موجود. مين اللي هيغلب ده؟ في إيدي أنا، في إيدي أنا، بس خد بالك أنا وإنت منقدرش نعمل حاجة، بدوني لا تقدروا
أن تفعلوا شيء. امسك بالحياة الأبدية، امسك بالمذبح، امسك بالمذبح. لما تخش تتناول وانت مخاصم وانت رافع قضايا وانت عامل مشاكل، وبعدين تقرأ في قصة الأنبرويس لما كان بيخش يتناول يقول يعني انا منفعش اخش اتناول. اللي ياخد المسيح ده لازم تكون احشائه زي احشاء الست العدرة، فما تخشش بصدرك قوي كده وانت داخل تتناول وتجيب واحد كوع وترجعه وراك وتخش وتسابق وتبقى عايز تبقى الاول. انت نقيت؟ هو انا وانت بقى اعماقنا زي اعماق الست العدرة؟ ده احنا يعني طول القداس بنقول له ادينا اهلنا عشان نخش ناخد جسدك ودمك. فاحبائي خلي في جهاد بروح الاتضاع، لان مسيحنا مسيح الاتضاع. هتلاقي حياتك تتغير، وهتلاقي انت فرحان وانت سعيد، وتلاقي حتى لو في تجارب، لو في محن، لو في شدائد، انت واثق، واثق ان ربنا في قلب السفينة حتى لو نايم هو موجود، هيجي في الوقت المناسب وحيسندك وحيفرحك وحيرفعك وينتشلك من الضيقة ومن التجربة. إلهنا الصالح حبائي يعطينا أن يكون لنا حياة الجهاد لكيما نتمتع بمسيحنا القدوس، ويكون لنا نصيب عن يمينه. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. لك الملك والقوة والعزة والبركة إلى الأبد أمين. اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. زي ما احنا متعودين في نهضة الشهداء ان احنا بنكمل اجتماع صلاة، اللي عنده ياريت كلنا نشارك فيه، اللي عنده بس ظرف او مضطر يعني يمضي بسلام. ان شاء الله بكرة برضه هنبتدي 7، عشان في ناس عندها لخبطة ان بكرة عشان الخميس وفي سهرة كهكة هنبتدي 6، لا هنبتدي 7 زي ما احنا، او 7 لـ10 يعني 10 دقايق بس بدري، وبعد كده هنخلص ونكمل سهرة كهكة للناس اللي حاجزة بكرة. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق، ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. المجد لك يا محب هبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. المجد لك يا محب
فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، فلتدخل طلباتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك احييني. تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فأطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعداؤه، وليهرب من قدام وجهه كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك. آمين. شوي سنين الليلويا الليلويا. تسبيحات الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من ترتيل مزامير أبينا داود النبي والملك. بركاته على جميعنا أمين. صلي مع بعض. يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي. أنت يا رب أنت هو ناصري مجدي ورافع رأسي، بصوت إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسي. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب ناصري، فلا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بي القائمين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا. أسنان الخطى سحقتها للرب الخلاص وعلى شعبي بركته. اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وأعني. طالبوا نفسي وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك، وليقل في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب. وأما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني، أنت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطي. هللو دوكساسي أوسي أوسي مون. فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر. بركاته على جميعنا أمين. حين يزج بملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات. فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا فأنيتهن مع مصابيحهن. ولما أقبل العريس كلهن نمنا ونعسنا، وأما نصف الليل صار صراخ وهذا العريس قد أقبل. وقمنا خرجنا لقائنا قامت أولئك العذارى جميعا وأن مصابيحهن. فقالت الجاهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات هنا لا يكفينا وإيا كنا، فسبنا بالحري إلى الباعة وابتعنا، لكن دهن يلقى بهن حياة العريس والمستجدات خلصنا العريس وغلق الباب. وأخيرا جاءت على بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكم كنا لا أعرفكن، فظهرنا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. والمجد لله ده من أبدين أمين. تنقش تمك وبخري
Χριστός νεμπεκιώτην αγάσος νεμπι εμπνεύ εσ οβ γεακ ιακ σωτι εμμον αϊνά αν. Νούλ μαβάτ. Ha huwa zal khatan yati fi nisf al-layl tuba lil 'abd alladhi yajidu mustayqizan amma alladhi yajidu mutaghafilan fa innahu ghayr mustahiq mudayyimahu fanzur ya nafsi la alla tasqali nawman fa tulqi kharij al-malakut wal ishari wasrukhi qa'ila quddus 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 anta ya allah min ajli walidat al-ilah irhamna تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضيئي مصباحك بزيت البهجة لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل فانظري يا نفسي لا تنعسي لألا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذارى الجاهلات بل اسهري متضرع لكي تلتقي المسيح الرب بدون اندسم وينعم لك بعرس مجده الاله الحقيقي. انت هي سور خلاصنا يا والدة الاله العذراء الحصن المنيع غير المنسلم ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك رديه الى فرح وحصني مدينتنا وعن ملوكنا حاربي وتشفعي عن سلام العالم لأنك أنت يا رجائنا يا والدة الإله. أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلم وتفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا منحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصك القيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كريا ليسون 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 قدوس 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 رب السباوت السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول لك بشكر يا أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد
كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. هنقعد نسمع التأمل وبعد كده نقوم نصلي الترنيمة ونخش على الخدمة التانية. حد عارف يعني إيه الجمل برك؟ ما تعرفوش مش كده؟ برك يعني إيه؟ برك، بس لما يتقال جمل قعد يعني قعد وهيقول كمان شوية، برك يعني حط، برك يعني مهما ضربته عشان يقوم مش هيقوم، خلاص برك. على المستوى الروحي أوقات ممكن الإنسان يحس بكده ويقول لك أنا حاطط، أو إن أنا حطيت، أو إن أنا عارف الصح إن أنا لازم أصلي وأقوم، بس يا ابونا سيا ولا طاقة جسدية ولا طاقة روحية. أول حاجة تخليك تستعيد الثقة إنك ممكن تقوم من الحطة اللي أنت فيها والوقعة اللي أنت فيها في مصادة اليأس، أن إلهي دي نمرة واحد يقيم أمواتا. إلهي إيه؟ يقيم أموات. يعني إيه إلهي يقيم أمواتا؟ في المسيح في ثلاث معجزات قيامة أموات للمسيح عمل، ربنا عمل معجزات القيامة بالرغم إن كل اللي قومهم ماتوا تاني، وعندنا عيال دلوقتي بتموت وما بتقومش، ليه المسيح قومهم؟ ليه؟ ردوا علي. أول سبب ده سبب عقيدي إن يثبت إن هو الله القادر، يعني المسيح هو الله عنده قدرة على القيامة أو إقامة الميت. والأحلى المعنى الروحي إن أنا قادر أقوم ميت. أنت مؤمن إن أنا قادر ولا مش مؤمن؟ مؤمن. عاوز أسألك سؤال يا حبيبي، ياللي محبط ياللي حاطط ياللي بارك زي الجمل، فيه ميت يقدر يقوم نفسه؟ طب أنت مضايق ليه؟ طب ما أنا عارف إنك ميت وعارف إنك ما تقدرش تقوم نفسك، بس إذا كنت عاوز تقوم لابد إن يكون عندك إيمان إن فيه إله لو ناديته عشان يقومك عمره ما هيتأخر عنك ولازم هيقومك، بس لو إرادتك فعلا حية وقوية. عشان كده لما بيجي لي ولد يقول لي يا ابونا انا ما بيجيش ليا نفسي ان انا اصلي خالص، اقول له قول ابانا الذي، وقول للربنا انا ماليش نفس اصلي، لو عاوزني اصلي اعملها، لانك انت ميت ومفيش ميت يقدر يقوم نفسه. لكن لو رحت للمسيح اللي قوم ثلاث اموات سواء ميت حديث او ميت نص نص أو ميت وقد أنتن، عشان يقولك أنا قدرتي غير محدودة، إن لو أزنى الزناة، لو قاطع طريق اسمه موسى الأسود، لو مريم المصرية اللي خدت مركب وراحت القدس علشان تتاجر بجسدها لأن ده موسم وهناك زباين كتير، لو ما كنتش تعرف غير الشر والقتل، بس جيت وقلت لي أنا ميت عاوز أقوم وعندك إيمان إن أنا أقدر أقيمك، هقول لك أيها الشاب لك أقول قم. تفضل. يسوع رفيق
في باب الحياة، وما من معين لروحي سواك. يسوع رفيقي باب الحياة، وما من معين لروحي سواك. إذا اليأس مزق قلب الفؤاد، تلملم أشلاء قلبي يداه، ويرفع عني تراب الخطايا، ويسمع صوتي إذا قلت آه. إلى الشط يرسي سفينة حياتي، ويلقي لروحي بطوق النجاة. إلى الشط يرسي سفينة حياتي، ويلقي لروحي بطوق النجاة، بطوق النجاة. رفيق طريقي ومالي رفيق، رفيق طريقي ومالي رفيق، سوى حب ربي الحبيب الرقيق. إذا ما بعدت أراه ينادي، ويمسر بالحب كل عقوق، ينير دروبي بكل اتجاه. وما معه يوما ضللت الطريق، حنان وحب وفيض أمان، ونور وحق ونعم صديق. حنان وحب وفيض أمان، ونور وحق ونعم صديق. إلهي رفيقي وربي الحبيب، وشمس حياتي التي لا تغيب. إلهي رفيقي وربي الحبيب، وشمس حياتي التي لا تغيب. إذا ما طوتني ليالي الحياة، وأرق جفني صراع القلوب، أراه محبا يقول تعالى، وإلقي بحملك عند الصليب، ويرفع عني سياط الماسي، ويمسح دمعي بحب عجيب، ويرفع عني سياط الماسي، ويمسح دمعي بحب عجيب، بحب. إلهي رفيقي ورب الأنام، وحارس نفسي الذي لا ينام. إلهي رفيقي ورب الأنام، وحارس نفسي الذي لا ينام. إذا ما سقيت كؤوس العذاب، وطوقت بالظلم أو بالظلام، أراه المحب الذي يحتويني، ويملأ قلبي بنور السلام. فكم من حلول لأجلي لديه، وكم من جراح لها التئام. فكم من حلول لأجلي لديه، وكم من جراح لها لا التئام. إلهي حبيبي وأصل الوجود، إلهي حبيبي وأصل الوجود، وبالحب والعطف دوما يجود. إذا ما بدأت طريق الجهاد، يساند ضعفي بحب وجود، يطهر فكري، يقدس نفسي، يؤهل روحي
روحي لأرض الخلود، صديقي ونوري ونبض حياتي، إلهي رفيقي وحبي الوحيد، صديقي ونوري ونبض حياتي، إلهي وحبي الوحيد وحبي الوحيد. شوي سنينين الليلويا الليلويا. تسبحة الصلاة الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من ترتيل مزامير أبينا داود النبي والملك. بركاته على جميعنا، أمين. صلي مع بعض. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى ماذا تزاد أيها اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار. في الغربة ومع مبغضي السلام كنت صاحب سلام، وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلونني باطلان. هللويا. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فها هما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، ومثل عيني الأمى إلى يد سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا